ثالث المتسابقين في مضمار لقب الليغا ريال مدريد استقبل في معقله برنابيو فياريال، والهدف مواصلة الضغط على المتصدر والوصيف. الفرنسي كريم بنزيما افتتح النتيجة لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، قبل أن يضاعف لوكاس فاسكيز النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 69. ومع الدقيقة 76 أحرز لوكا مودريتش الهدف الثالث للفريق الملكي. وقبل نهاية اللقاء بقليل استكمل الريال المباراة بعشرة لاعبين بعد أن شعر نجمه كريستيانو رونالدو بألم في فخذه واضطر لمغادرة الملعب بعد استنفاذ زيدان للتبديلات القانونية.